هدوو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 و
هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، من وقت قريب واحدة معرفة حكيت لي حاجة اسمها كهف جهنم، عجبتني. وقبل ما نزلها قابلت حد تاني صدفة كلمني عن حاجة اسمها كهف جهنم. افتكرته الحدوتة دي، افتكرته لما زاد استغرابي لما الموضوع كل شوية يتكرر لدرجة ان تلاتة بيكلموني عن نفس الموضوع. وفي ايه؟ فاكرين اسماء الخياط؟ ايوة، دي القصة الاولى اللي كلمتني عن كهف جهنم. وحكيت لكم كل اللي اتقال لي بمنتهى الأمانة. من ناحيتي أنا بصراحة كنت أمين، لكن هي أنا معرفش، أنا مجرد زي ما يقولوا كده الناقل للأحداث. دلوقتي بقى معادنا مع الحكاية التانية، وهحكي لكم برضو زي ما اتحكيت لي بالتفصيل. مبدئين يا يونس، أنا بحب أعبر لك عن حب الشديد بكتاباتك وبقصصك وبملفاتك السرية وبالتجارب الحقيقية. ده غير بقى رواياتك اللي انا اقتنيتها كلها، نادر فودة كل الاعداد، وكمان سلسلة خبايا. يعني كل حاجة انت بتكتبها عندي بالاعداد كله. تصدق ان انا في حاجات جبتها اكتر من مرة لان انت نزلتها باصدارين. المهم انا هحكي لك بقى يا سيدي. انا اسمي مصطفى الحجر، عندي 49 سنة، متجوز وعندي بنتين، هبة ومنى. هبة في كلية هندسة ومنى في أولى ثانوي. حياتي أنا ومراتي وبناتي حياة بسيطة جدا. أنا مبدئيا مهندس بترول، بسافر كتير لأماكن مختلفة علشان بقى موضوع التدوير في أبار البترول، حضرتك فاهم. مراتي بقى متضايقة جدا 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 من غياب الفترات طويلة في الصحراء، وسواء هنا في مصر أو أحيانا قليل برا مصر. وكان ردي عليها معلش، ما انا بجيب لكم فلوس، حضرتك لو عندك حل تاني يجيب لكم فلوس يسد بيها طلباتكم اللي ما بتخلصش قوليلي عليه. احنا فعلا بنعسكر في الاماكن اللي بنروحها مدد مش قصيره. حلم من احلام اي مهندس بترول زي حالاتي السفر للخليج. هناك بقى البترول زي الماء عندنا، والفلوس هناك اكيد افضل من عندنا. مش بحكم ان هم افضل او احسن او احنا افضل او احسن، هو الغربة كده ليها تمن، بتتعب وتشقى وبيبقى الدخل اكتر. قدمت كذا مرة في شركات لحد ما اتقبلت وسافرت. سافرت في الاول لوحدي، المكان تحديدا قريب من الرياض. رحت هناك في المملكة العربية السعودية ولقيت حاجة زي المعسكرات بتاعتنا اللي بنعملها هنا واحنا بننقل، وكان كتير قوي من المهندسين الموجودين في المعسكر مغتربين، مصريين على لبنانيين على سودانيين، وكان في جزء مش قليل برضو من اخواتي هناك في المملكة العربية السعودية. وعلى فكرة ده يسعدني لان مقابلتهم واستقبالهم ومعاملتهم في منتهى الادب وفي منتهى الاخلاق. وخلينا اقولك بس احقاقا للحق، كل واحد بيحب بلده وكل واحد بيحب اللي يحترم بلده، وده اللي لمسته في اهلي في السعودية من اخواتنا اللي هناك. احترمهم يحترموك ويشيلوك على دماغهم، لكن ما تروحش هناك على اساس ان انت رايح تعبي فلوس وخلاص وتغلط فيهم وتتكلم عليهم. معلومة بس دي كانت عابرة حبيت اقولها ليك ولأي حد، علشان بس في لغط وفي سوء فهم بيحصل كتير قوي. معظم اللي هناك لما عرفوا ان انا متجوز قالوا لي ما تجيب مراتك وبناتك في اقرب فرصة، لان في كتير زي عاملين كده هناك. وعرفت ان الشركة بتوفر للمتجوزين استراحات اكبر من اللي انا فيها دلوقتي. كلمت هيام مراتي وقلت لها على اللي اتقال لي، فاتفقنا انها تيجي هي والبنات ويرجعوا على طول قبل موسم الامتحانات، وهيبدأوا يحضروا نفسهم علشان يقعدوا معايا شويتين. اتشغلت في الحفر والتنقيب لحد ما في يوم، انا فاكر انه كان يوم 2 أو 3 تقريبا، فاكر اليوم ده كويس. وقتها كنا الظهر، والظهر في الخليج وفي الصحراء عموما حاجة صعبة جدا. لقيت واحد جاي من العمال وجايب لي عملة قديمة، كان حجمها كبير شوية، مش قد الربع جنيه والجنيه، لا لا كبيرة،
ومتعلقة في حاجة زي سلسلة قديمة ومليانة تراب وطين، وبيقول لي شفت يا بشمهندس شفت لقيت ايه؟ اول حاجة جات في بالي ان دي حاجات من عصور قديمة اثار وخلافه، والشيطان لعب في عقلي. زعقت له وقلت له انت مركز في ايه ولا في ايه؟ هات البتاع اللي لقيتها دي وروح كمل شغلك. خدت البتاعة دي فعلا، واللي تقدر تقول عليها زي قلادة قديمة مصدية، ودخلت المكتب وحطيتها في الشنطة بتاعتي، ورجعت اكمل شغلي وانا عمال افكر يا ترى دي هتساوي كام. الشيطان والطمع، اولا هي مش بتاعتي، ثانيا مش من حقي ان انا اخد حاجة زي كده حتى لو لقيها في مصر. لكن الشيطان يا يونس، انا بني ادم في الاول وفي الاخر، يا ترى هبقى مليونير؟ ده السؤال اللي كان عمال يلف في دماغي. احنا بني ادمين مش ملايكة، وظروف الحياة والتعب والشقة يخلوا الواحد يفكر كده. خلصت اليوم وروحت واتشغلت في الاكل والتلفزيون ومتابعة احداث مصر في القنوات الفضائية، وخدت دش دافي ونمت عشان احلم بالموضوع كله بالكامل. احلم بالعامل وهو جاي يقول لي نفس الجملة وانا برد عليه وبزعقله كل التفاصيل، لحد ما صحيت قمت نطيت من على السرير وقلت ازاي انا نسيت العملة، ورجعت على الشنطة فتحتها وطلعتها. عبارة عن قرص مستدير عامل زي العملات القديمة، حجم القرص قريب من كف الايد ومخروم خرم من فوق، وداخل فيه سلسلة كأن الموضوع انتيكة مثلا، كأنها قلادة يعني. بس خلينا اقولك ان ما اقدرش اقول عليها سلسلة، هي زي جنزير صغير، مش سلسلة ضخمة، لا جنزير صغير بس تقيل على انه يتلبس في رقبة بني ادم. اللي لفت نظري اكتر من كل ده اللغة اللي مكتوب على القرص او القلادة، نقوش متداخلة في بعضها. وقلت لنفسي بس هو كان في السعودية في مصريين قدماء، اكيد كان في حضارات برضو، بس انا ما عنديش معلومات ومش ملم بالتاريخ. قفلت الموضوع اني حطيت في دولاب الهدوم بتاعي القلادة ورجعت شغلي تاني يوم. لكن طول ما انا في الشغل عقلي مشغول بالقلادة، لدرجة ان العامل جه وسألني ايه يا باشمهندس هتعمل ايه في البتاع اللي لقيتها وديتها لك امبارح؟ بتاعتي انا سبتها هنا اصلا، معرفش راحت فين، دور عليها ولو عاوزها خدها. ضيعتها يا باشمهندس؟ الراجل اتضايق مني لانه اكيد برضو فكر زي ما انا فكرت. ورجعت من الشغل وجريت فتحت الدولاب زي العيل الصغير اللي عنده لعبة وبيجري عليها، وطلعتها وجبت قلم رصاص وورقة، وبدأت عارفين فكرة اللي يطبع يحط الورقة على حاجة بارزة ويبتدي بالقلم يرسم ويلون فيطبع نفس الرسمة. كل دي محاولات عشان اوصل لنفس اللي مرسوم بالظبط. بدأت الرسم ده والطباعة دي كانت الساعة حوالي 6 مساء، وفضلت منهامك فوقت من اللي انا فيه. ببص لقيت الساعة 1:30 PM. امال لو كنت برسمها كنت اخدت وقت قد ايه؟ هو ده اللي حصل. كل اللي كان في دماغي انا عاوز حاجة واحدة بس، عاوز فلوس وهرسم الرسمة. وتقولي ترسمها ليه؟ معرفش، اكيد هستفيد. سمعت صوت الباب بيخبط جامد، صوت رزعة الباب خلاني اقوم انط من مكاني واخرج من تركيزي. طلعت لقيت الباب مفتوح ومفيش اي نسمة هوا حتى هي اللي تعمل الاصوات دي. المكان اللي احنا فيه مفيهوش هوا اصلا، الباب اساسا ما تقفلش. وانا بقول كده ليه؟ الباب كان مفتوح عادي، امال صوت الهبدة والرزع ده كان ايه اصلا؟ رجعت تاني لمكتبي اللي في اوضتي علشان الاقي الورقة اللي طبعت عليها الرسمة ممسوحة بالكامل ومفيش اثر للي رسمته او طبعته. لما بتبقى حاجة ممسوحة من على الورق بيكون ليها اثر يدل انها اتمسحت، بس هنا الرسمة ما اترسمتش من الاساس. دورت تحت المكتب وقلت دي اكيد ورقة تانية غير اللي كنت برسمها، مش دي اللي انا كنت برسم عليها وبطبع عليها. ما لقيتش حاجة، الورقة موجودة وانا متأكد ان انا طلعت ورقة واحدة لكن مفيش رسمة عليها. يعني ايه؟ انا كنت نايم مثلا؟ قمت دخلت المطبخ حضرت لقمة كلها كده، كان شوية حاجات كده باقية من الاكلة اللي انا بحبها، اكلة المطبق،
او المطبق زي ما احنا بنقول عليه. وللي ما يعرفوش، المطبق ده اصلا بيقال انه في الاصل اكلة يمنية، وبيقال برضو انها اكلة خليجية. هي عبارة عن حاجة زي فطاير كده بالبقدونس، وفي منها بالجبنة، وحاجة جميلة ولذيذة. ودايما المحلات يبعت لك معاها ليمون تعصر وتستمتع بالفطيرة الجميلة اللي اسمها المطبق. كلت، صحيت من النوم، بلغت الشغل اني اجازة مرضي، وقلت لهم مش قادر اجي النهاردة، وما روحتش الشغل، وقررت النهاردة ان انا يا قاتل يا مقتول، هرسمك يعني هرسمك. وجبت ورقة وقلام وشغلت الراديو جنبي عشان يعمل دوشة، وبدأت ارسم، والراديو فضل يقلب في المحطات وانا مش مركز، لحد ما فقت وسمعت صوت تقليب المحطات، وفي وسط تقليب المحطات سمعت صوت بيقول هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ده مسلسل اذاعي ده ولا ايه؟ الراديو لقط حاجة من مسلسلات الاذاعية. وسمعت صوت رزعة الباب من جديد، قمت اجري من مكاني، لقيت الباب مقفول، بس الباب ما كانش مقفول، ايوة كان مفتوح من شوية. قلت يا نهار اسود، انا نسيت الرسمة، انا كده هرجع لقيتها اتمسحت. جريت على المكتب، وبالفعل لقيت الورقة ممسوحة، الرسمة مختفية تماما من عليها. دخلت المطبخ اشوف هعمل ايه وهاكل ايه. بعدها بشوية قلت اكل؟ ما انا لسه واكل، هو انا جعت كده تاني ازاي؟ الساعة كانت 4 العصر، والوقت عمال يتسرق. حضرت الاكل ورجعت الاوضة، بس المرة دي لقيت الرسمة موجودة. يا دي النيلة. وبعدين جه في بالي بسرعة، مسكت الموبايل وصورت الرسمة كام صورة، قلت تضيعي بقى ما تضيعيش، هتبقى موجودة على الموبايل وخلاص، ما عنديش اصلا استعداد ولا خلق افضل ارسم تاني. دخلت الاطباق المطبخ ورجعت، والمرة دي بعد ما اكلت يعني ورجعت الرسمة ما اختفتش. ها اخيرا ما اختفتش. بس في حاجة تانية، الرسمة اتغيرت. الرسمة ما كانتش بنفس الشكل، كان في وسطها حروف، والاول مرة اخد بالي منها، حروف باللغة العربية. انا ما رسمتهاش ولا طبعتها اللغة دي ولا الحروف العربي. فتحت التليفون وبصيت على الرسمة اللي انا رسمها ومصورها، ما فيهاش الحروف العربي. بصيت على القلادة، ما فيهاش الحروف العربي. الحروف كانت معمولة في كل ركن من القلادة المرسومة. في ناحية كان مكتوب ت ألف سين، وفي ناحية تانية مكتوب سين دال، في ركن تالت مكتوب نون جيم، في ركن بعد كده مكتوب ف ه كاف، ركن غيره مكتوب وجنب منها مكتوب كاف عين نون. خلينا أقول لكم الحروف كلها: ت ألف سين سين دال نون جيم ف ه كاف لام عين نون. انا مش فاهم حاجة ولا فاهم الحروف دي دلالتها ايه. تاسد نجه فهك لعن لعن لعن. ايه ده؟ حاجة جت في بالي اعملها، اخدت الصورة اللي انا حطيتها على الموبايل ورفعتها على منتدى كده كنت بدخل عليه، الناس بتستشير في حاجات كتير، كان اسمه منتدى غيبيات. كنت بشوف دايما معمول عليه شير لمقالات مرعبة، ودايما كان بيسجلوا القصص بتاعتك يا يونس وينزلوها. رفعت الصورة وحطيت تحتها الكومنت بتاعي وقلت يا جماعة يا اهل الجروب يا جدعان، انا مش فاهم حاجة من الرسمة دي، الرسمة دي معناها ايه؟ فيدوني افادكم الله. الرسمة اللي انا كنت رفعتها كنت اللي انا مصورها من غير الحروف. في اللحظة دي لقيت موبايلي بيرن من تليفون مراتي بتقول لي الو حبيبي 3 ايام وجايلك ان شاء الله، شفت المفاجأة دي؟ هيام ممكن تستنوا شوية؟ نستنى شوية ايه؟ مش انت اللي كلمتنا يا عم، انت قلتلنا تعالوا. هيام اتقمصت وقفلت السكة في وشي بجد. رجعت تاني اركز مع صوت الراديو والمحطات اللي كان بيتقلب بصوت عالي، ورجعت سمعت نفس الكلمة من جديد، قربان.
وانا مركز مع الراديو قلت ايه ده، في كلمة تحت في الورقة انا ما شفتهاش، نون ب قاف راء الف. ايه نبقرأ ايه دي؟ لا دي بشوية ترتيب للحروف تبقى قربان. الحروف متلخبطة، يبقى كده كل الحروف فيها حاجة. ملحقتش اكمل تفكير ولا الفكرة اللي جات لي لان الباب خبط. قمت فتحت الباب لقيت اتنين من زمايلي جايين يطمنوا عليا، قعدوا معايا شوية وكنت يعني عمال حاول اطفشهم باي طريقة، مش رايق لهم ولا فايق لهم، واصروا ان انا لازم اخرج معاهم وبات معاهم النهاردة لان انا تعبان ومحتاج اغير جو. ما كانش في قدامي اختيارات وخرجت عشان على الاقل احاول انسى شوية وافضي دماغي واركز وارجع اكمل. تاني يوم الصبح جيت من عندهم على الاستراحة بتاعتي عشان اغير هدومي واروح الشغل. دخلت الاوضة لقيت السلسلة متعلقة على الحيطة، القلادة متعلقة فوق وباقي السلسلة لتحت ومشدودة زي ما تكون ملزوقة على الحيطة. لقيتني بقرب من القلادة وانا مشدود ليها وفي نفس الوقت قلقان وخايف منها، وبدأت اشوف الكلمات اللي كانت مش موجودة عليها وكانت موجودة بس في الرسمة، بركز عشان اشوفها هل موجودة ولا لا. مش عارف ليه حاجة قالت لي اقلب القلادة، قلبتها على الناحية التانية لقيت جمل باللغة العربية. لو انت ما بتحبش التحضير او الشيء عن موضوع التحضير او الكلام عنه ارجوك ما تقرهاش، ولو انت بتسمع يونس وهو بيقول ارجوك وطي الصوت عشان انا مش عايز اكون سبب في اني انقل اي حد اي مشكلة. اللي مكتوب بالنص كان كالاتي: تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسيده وسيد الجن، وإلا ستتلقون اللعنات، القربان الأول غدا بكهف جهنم. تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسيده وسيد الجن، وإلا ستتلقون اللعنات، القربان الأول غدا بكهف جهنم. يبقى تاس دي هي اللي تها ألف سين، الكلمة التانية سين دال فتح السد، بعد كده نون جيم يعني جيم، بعد كده لام عين نون اللي هي اللعنات، وآخر كلمة هي كهف جهنم. بس أنا برضو مش فاهم، أنا مش واصل لي المعلومة. شدتها من على الحيطة وحطيتها في الدولاب ورحت الشغل، وطول اليوم برضو دماغي مشغولة وعمال أفكر، لحد ما لقيت العامل إياه واللي اسمه بالمناسبة عبدالله جاي وبيقول لي: هو أنت فاكر إنك هتكوش على الأثرات لوحدك؟ يا باشا ده أثرات خليج، الخليج فلوسه حلوة، ما بالك الأثرات بتاعته يا باشمهندس؟ أنا فوتها لك لما قلت لي إنك سايبها في المكتب، النص بالنص يا معلمة، ما تخلينيش أندم إن أنا جبتها لك. انا فاكرك محترم وحقاني، لو خدتها لوحدك عليا وعلى اعدائي ههد المعبد على اللي فيه واخليك تترحل. يعني انت عاوز ايه؟ انا مش فاهم. ما هو مش معقول هنقطع في بعضينا بالنص، النص يا معلم ابو قاسم. بقولك ايه، انا عندي ليك حل حلو جدا، ما تاخدها كلها، انا مش عاوزها اصلا. انا متأكد انها ما ضاعتش. لا يا سيدي مش هاخدها كلها، انا هباها وبالنص. انا مش زيك يا باشمهندس، انا راجل عندي ذمه وضمير، والحاجه اللي لقيتها وعرفتك عليها ليك نصيب فيها. شوف الفرق بيني وبينك يا باشمهندس، انا من وقت ما قلت لي انها مش موجوده والله صدقت وقلت ادي ولاد البلد بيعملوا ببعض ايه في الغربه. ولاد بلد ايه وزفت ايه؟ اولا دي مش بتاعتنا، وحاجة مش لاقيها في بيتك عشان تقول بتاعتنا. بص يا باشمهندس، الشغل هنا متعب وانت عضمك طري، ساعات الواحد بيطهق ويجيله ساعات يزهق ويبقى عاوز يتمشى في المغربية في اي حتة بعيد عن المعسكر. من كام يوم قبل المغرب سرحت ومشيت في الصحراء لحد ما كان في جبل ورانا كده والجو كان حر، فقلت ادار في اي حتة ضليلة ولا حاجة، لقيت مكان زي كهف او مغارة قلت ادخل اهرب فيه من الحر شوية. مشيت شوية لحد ما لقيت صندوق قديم، لما فتحت الصندوق لقيت كنز
الكنز ده اللي انت عايز تكوش عليه لوحدك. انا متأكد ان السلسلة دي من ايام الفراعنة السعوديين. الفراعنة السعوديين؟ وايه كمان؟ قولي. وبعدين؟ ولا قبلين. اديني جبتها لك وانت عاوز تضرب عليها. هتديها لي امتى؟ عيني الاتنين. تعالى يا حبيبي. واخدت وركبنا العربية وطيران على الاستراحة. قلت يا حر يشبع بيها، انا لا عايزها ولا طايقها ولا عايز وجع الدماغ ده اصلا. ومن وقت ما ظهرت والبتاع دي وراها مصيبة وانا قلقان وحالتي زفت. انا كان بس نفسي افهم مش اكتر، وانا مش عاوز مشاكل. وعبد الله ده شكله بتاع مشاكل، ورمالي جملة ايه ان انا اترحل، انا جاي اكل عيش. رمتها له قلت له خدها وغور من هنا. عبد الله خدها ومشي، وانا كنت مبسوط اني خلصت منها. واحلام الوردية بتاعت ان انا هبقى مليونير وملياردير والحاجات دي خلاص بقى احلام يقظة. وكملنا اليوم عادي، وعبد الله روح ما ظهرش، اكيد بيشوف لها تصريفة ولا بيشوف هيعمل ايه. خلصت يومي وروحت ودخلت الاوضة. اول ما دخلت الاوضة لقيت القلادة على المكتب. هو ايه ده بقى؟ هو ايه اللي جابها تاني؟ واحنا نستهبل؟ حاولت اجيب رقم عبد الله لان رقمه مش معايا من اي حد من اللي موجودين معانا في الكامب. كله بيقول لي هنعمل برقم عبد الله ايه يا عم، بكره في الشغل بقى تشوفه. واستنيت للصبح وطرت على الموقع وسالت عليه، قالوا لي انه قدم اجازه يومين. اجازه يومين والبتاع مرميه عندي؟ امال هو واخد اجازه يهبب بيها ايه؟ المهم فضلت قافل عليها الدولاب، ومراتي اتصلت وبلغتني ان هبه تعبانه وانها مضطرة فعلا تأجل الحضور اسبوعين. انا اتبسطت وكويس انها جت من عندهم. وعدى اليومين اللي عبد الله واخدهم اجازة، عدوا عليا زي السنتين. وهموت واعرف عبد الله معاه ايه واخد له اجازة لما الهبابة دي معايا في الدولاب. وبعدين هو جابها رجعها لي تاني ليه؟ بس عبد الله ما رجعش يا جماعة، عبد الله اختفى. بدأت الناس تسأل عبد الله فين ويدوروا عليه ومحدش لقيه. عد على الموضوع 5 ايام بالظبط. روحت بيتي وانا شبه متناسي الموضوع، لكن لما روحت لقيت القلادة متعلقة على الحيطة تاني ومكتوب عليها تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسيده وسيد الجن، وإلا ستتلقون اللعنات القربان الثاني غدا بكهف جهنم. البتاع دي كان مكتوب عليها المرة الاولانية القربان الاول، دلوقتي بقى القربان التاني. ينهار اسود ومنيل، ينهار اسود عليا وعلى اللي جابوني. هو عبد الله هو القربان الاولاني ولا ايه؟ في اللحظه دي افتكرت الصوره اللي انا كنت حاططها في الجروب. دخلت بسرعه على المنتدى وفتحت علشان الاقي فوق ال15 تعليق. ما تزعلوش مني من الكلمه، كله بيحاول يهبد يعني ويقول اي حاجه. اللي يقول لي ده هيروغليفي، ويقول لي ده نكش فراخ، واللي يقول لي ده لغة من لغات الميتة، فيما عدا ردين اتنين هما اللي لفتوا انتباهي ونظري. الرد الاول كان مفاجأة، كانت هيام مراتي. هيام مراتي اللي ردت، واللي عمري ما كنت اعرف انها عضوة في الجروب. وكانت كتبالي وبتهزر، يا باش مهندس ركز في شغلك احسن، وبدل شغل رجل المستحيل اللي انت عايش فيه شوف احوالك واحوال بيتك. بناتك من وقت ما شافوا الرسمة طبعوا الصورة وبيحاولوا يفهموها، والبيت عندنا بقوا شغل مجانين. ركز في شغلك وبطل تخريف وعقل بناتك. بناتك طالعين لك على فكرة. وحطالي كمية ايموجيز وسمايلز كتير جدا. رد هيام كان تقريبا تاني يوم ما رفعت الصورة بالظبط. ده رد. الرد التاني بقى وده الاهم، خلينا اقرأ لكم الرد بالظبط. قال استاذ الفاضل صاحب الصورة، أشهد الله إن اللي هقوله حقيقي بنسبة 100%. مبدئيا أنا معالج روحاني، وأحب أقولك إن الصورة دي أو الورقة دي منقولة مبدئيا من على قلادة وليست من على كتاب مثلما سيدعي لك بعض القراء. هذه القلادة أعرف عنها أنها تعود لأحد خدام الجن الجبابرة والذين كانوا يعيشون في صحراء الخليج، وليس أي جن، والذي يدعى تاس. وقصة هذا الجن أنه اتلعن بسبب سيده الذي يحب أن يتعرض دوما للبشر، وكان بيساعد سيده في هذا التعرض في إذاء البشر بكل الصور الممكنة. حكم عليه وعلى سيده بالنفي بداخل كهف يدعى كهف جهنم. ومعنى وجود الرسمة أن القلادة قد خرجت من الكهف
وهي قلادة الخادم تاس، وخروج القلادة معناه أن تاس بدأ في عمله وهو إحضار قرابين لسيده من الجن، وهذه القرابين أرواح بشرية. فاحذر سيدي، إذا لم تتوقف القرابين سينقلب السحر على الساحر، سينقلب تاس على من يملك هذه القلادة. أتمنى ألا يكون أنت من تملك هذه القلادة وأن تكون مجرد ناقل لهذه الرسمة، فهكذا تقول الأساطير، ولكنها لم تخبرنا للأسف كيف يمكننا أن نتخلص من تلك القلادة واللعنات، وكيف يمكننا أن نواجه تاس. نصيحة لوجه الله، تخلص من القلادة، وكان الله في عونك وفي ما سيحدث لك. أول ما قريت الرد مسحته عشان محدش يشوفه، وخصوصا مراتي، ويا رب ما تكونش شافته. قريت الرد وفضلت أترعش، وكان لازم أتأكد. لقيت نفسي كلمت المهندس هاني زميلي وسألته عبد الله ما ظهرش؟ كان إجابته إنه لأ. بص يا هاني، هو قال لي من يومين إنه بيروح كده يريح في مكان زي كهف ورا المنطقة بتاعت التنقيب اسمه كهف جهنم باين، وقال إنه مشي في الصحراء شوية لحد ما لقاه، يمكن يكون راح هناك وجراله حاجة مثلا. وتاني يوم يا يونس انطلق فريق بحث مننا، وكان هاني معانا، ووصلنا بالفعل للكهف ولقينا عبد الله. لقينا عبد الله متعلق نفس شكل تعليقة القلادة على الحيطة، ووشه كان اسود تماما زي المحروق، وفتح بقه على الاخر. وشه معظم جلده كان داخل جوه الفك بشكل غريب. طلعت اجري، وكان يوم غم على الكل، ومحدش فاهم عبد الله مات ازاي الموتة المزفتة دي، الا هاني اللي قال لي هو اشمعنى بقى انت اللي كنت تعرف ان عبد الله بيجي هنا؟ هاني انت بتلمح لايه؟ وما كانش قدامي غير اني احكي لهاني كل اللي حصل. حكيت له كل حاجة. هاني كان بياخد الموضوع بتهكم شوية وتجديب شوية، فكان السبيل الوحيد ان انا اوريه القلادة. خدت الاستراحة وطلعتها له وقلت له اهي خدها عندك، هتصحى مش هتلاقيها، وهتلاقيها رجعت لي. ده اللي حصل مع عبد الله. خدها هاني وروح، والساعة 1 بالليل موبايلي رن من رقم هاني، وسمعت صوت مخيف في التليفون. كل اللي سمعته الأصوات دي. ركبت العربية وقلت هروح له، بس رجعت افتكرت أشوف القلادة رجعت لي الأول ولا ما رجعتش، ودخلت الأوضة لقيتها متعلقة بنفس الطريقة وعليها نفس الكلام، وآخر جملة القربان الثالث غدا في كهف جهنم. تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسد يده وسيد الجن، وإلا ستتلقون اللعنات. القربان الثالث غدا في كهف جهنم. تعرفين انا رحت بالعربية فين؟ انا رحت على كهف جهنم. ايوه، خدت معايا كشاف ووصلت الكهف، وكنا بالليل. بالليل عامل زي المقابر، تراب زي اللي عندنا في مصر الجبانة، ضلمة وخنقة وصمت. ورعب، ونور الكشاف مش فارق كتير، ده بيزيد الرعب. فضلت ماشي وبدور في نفس المكان اللي كان عبد الله متعلق فيه، بدور على هاني، لكن ما لقيتوش. بس انا سامع صوت حد بيتنفس، وكل ما اسمع صوت اصلت عليه الكشاف ومش شايف حاجه. كل اللي تخيلته غلط، هاني ما جرولوش حاجه الحمد لله. طلعت موبايلي ورنيت على هاني، الموبايل رن من جد، يعني هاني هنا. ما لحقتش افكر لما ايد مسكتني من رجلي، زعقت وصرخت، وصلت الكشاف تحت رجلي، لقيت هاني. هاني نايم في الارض على بطنه وماسك في رجلي، وقعدت جنبه على الارض بحاول افهم منه اي حاجة. هاني كان بيحاول يقول حاجة لكن صوته ما بيخرجش، وشه كان غامق. لا مش هاني اللي عرفه، هو كان عايش وفاتح بقه علشان يتكلم وصوته ما بيخرجش. حسيت بنكش جاي من ناحية رجليه، بصيت ناحية الصوت عند رجليه وصلت الكشاف، لقيت حاجة مفزعة. لقيت أطول كائن شفته في حياتي.
تكوينه شبه البني ادمين، بس ده غول، غول زي اللي بيحكوا عليه في الحكايات وفي الاساطير. اسود طويل، عينيه بيضه منوره، بيبص بغضب شديد، وواقف برجليه الاتنين، كل رجل على رجل من رجلين هاني، كانه مكتفه بوقفته عليه. امشي مصطفى، امشي اهرب يا مصطفى اهرب. وفي ثانيه هاني اتسحب من رجليه الاتنين، ولقيت الكائن ده طلع له جناحين كبار وشال هاني وضمه، وما بانش من هاني غير رجليه الاتنين اللي بدأت تترعش وهو بيتفعص بين جناحين الكائن ده. وانا واقف بتفرج على فيلم رعب حرفيا، كان هاني بيتنفض، او الجزء اللي باين منه بس هو اللي بيتنفض. فتح الكائن جناحاته ولقيت هاني بقى نسخة طبق الاصل من عبد الله، الوش الاسود، البق المفتوح على الاخر، الجلد المحروق، الخدود اللي مش موجودة، والسنان اللي لونها ابيض مخيف، وعلقوا على جدار من جدران الكهف، ولا كأننا ليا وجود اصلا. وفي ثانية طار واختفى. سبت الكهف وطلعت اجري، جبت عربيتي ورجعت الاستراحة، ولقيت القلادة متعلقة ولسه زي ما هي. اختفاء هاني اتكشف على طول، وبدأ الزور ينتشر بين الكل، وبدأ حرس المكان يعني يزيدوا، وانا على يقين ان الحرس مش هيمنعه حدوث كوارث جديدة. هو ده محتاج حرس؟ انا مش هدي القلادة لحد، انا كل ما اديها لحد بيموت. رميتها في الدولاب وخلاص. تم كشف جثة هاني، قالوا يدوروا في نفس المكان ولقيوه، واتبعتت جثة عبد الله، واتبعتت وراها جثة هاني لمصر. والكل في حالة رعب وزعر، وبدأ الناس تقدم استقالات جماعية. عدى اليوم التاني والتالت، وانا مش عارف احدد هعمل معاهم ايه، هكمل ولا هستقيل. اليوم الرابع صحيت من النوم حاسس بتقل شديد على رجليا، كأن حاطت عليها اطنان حديد، مش قادر اتحرك، حتى عناية بحاول افتحها مش قادر. فتحت بصعوبة، لقيته واقف على رجليا الاتنين بطوله المرعب، وعينيه البيضة وشكله الاسود ونظراته المخيفة. كان اكتر موقف مرعب ممكن هيحصل لي في حياتي او حصل لي. ساكت، ما بيتكلمش، طوله واصل للسقف، صمته ابلغ من اي كلام، صمته بيحمل رسالة، القربان، وكأنه بيستعجلني. حاولت اتحرك، جسمي متكتف. عارف انا عملت ايه؟ لقيتني بقوله حاضر، انا فهمت المطلوب، تحت امرك، تحت امرك يا سيدي، هحضر لك قربان جديد، بس ما تموتنيش وما تقربش من عيالي ومراتي، هحضر لك قربان جديد، هحضره. وزي ما يكون رضي عني، سابني، ونفس اللي عمله المرة اللي فاتت عمله تاني، طار بسرعة وخرج من شباك الأوضة. وفي اليوم اللي بعد كده كنت قاعد مع أحمد المصري. أحمد المصري ده مين؟ أحمد ده واحد مغترب غلبان شغال في فرن في الرياض، وتعرفت عليه لاني بجيب منه العيش. وقلت له بقولك ايه، انا لقيت حاجة اثرية وعايز حد يساعدني في بيعها، تعرف انا لسه جديد هنا، لو تساعدني ليك 50% من تمنها. المسكين ما صدق، الغلب والفقر، وخد القلادة. واليوم اللي بعده القلادة اتعلقت برسالة جديدة. بعدها قابلت راشد اللي كنت بأجر منه العربية اول ما جيت هنا الرياض الحقيقة، لحد ما فجأة اكتشفت ان انا يا جماعة بقيت قتال قتلة، عشان اعيش بسلمه قربان كل يوم. بس انا مش قاتل، لا انا قاتل، بس انا مش هعمل كده، لا انا هعمل كده، ما انا لو ما عملتش هموت. لحد ما حلمت ان بنتي ماتت. وصحيت من الحلم، فضلت ألطم وصوت وعيط، وحسيت ان ده انتقام جاي لي قريب، وكان القرار ان لازم اوقف المهزلة دي وارجع مصر. انا ايه اللي مقعدني هنا؟ ملعونة الغربة، انا حرامي ولص وحاجة مش بتاعتي. كلمت هيام مراتي،
وردت عليا بشكل سخيف لان انا علاقتي بها مؤخرا بقت متوترة جدا، وقلت لها الغي سفرك وانت والبنات، انا راجع ومش هسافر تاني. قدمت استقالتي، واللي ما كانش في حد مستغربها لان زي ما قلت لك ان كان في استقالات قبل كده كتير. لميت شنطتي وقعدت اخر يومين في بيت المهندس جمال رئيسنا في الشغل، هو اللي عرض عليا بصراحة، ومصدقت اعمل كده عشان اهرب. وليلة السفر وانا نايم صحيت على صوت حد بيكلمني وبيوشوشني، صوت جاي من ورا السرير. فتحت عيني وخايف ابص لان الصوت ده انا عارفه، الصوت ده صوت المهندس هاني، كان نايم جنبي. ايوه نايم، نفس الوش الاسود اللي شفته عليه اخر لحظات في حياته. بتلفت الناحية التانية عشان اقوم انط من على السرير، لقيت عبد الله. ايوه هاني من الناحية دي وعبد الله من الناحية دي، واحمد المصري واقف عند طرف السرير اليمين، وراشد واقف عند طرف السرير الشمال، وكل واحد فيهم فاتح بقه على الاخر ووشه اسود وخدوده مشفوطة جوه وشه وعظم وشه بارز لبره. جساسهم كلهم، ولكن دبت فيها الحياة. نورت نور الأباجورة اللي جنب السرير، ما فرقش كتير، كنت فاكر ان النور هيخليهم يمشوا او يختفوا. مفيش، باب الأوضة بيخبط وجمال عمال يقول افتح يا مصطفى، انت بتزعق ليه؟ افتح. انا الحقيقة معرفش انا زعقت اصلا ولا لا، ما لحقتش اتكلم او ارد لان الباشمهندس جمال فتح الباب، وكان معاه مراته والاتنين واقفين مخضوضين جدا. مراته اول ما دخلت رقعت بالصوت، عارفين رقعت بالصوت ليه؟ لانها شافت المنظر اللي انا شفته، يعني كده انا ما بيتهيأليش. الجثث في الاوضه فعلا، جمال زعق وصرخ وما بقاش عارف يعمل ايه، وانا ما عنديش رد اقوله. فضل جمال يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقيته بيقول لي انت ايه؟ انت جن ولا انس ولا انت ايه؟ جالهم انهيار. خدت شنطتي وطلعت اجري من الاوضه ومن البيت كله، ركبت العربيه وكنت خلاص حاجز تذكره الطيران وطرت على المطار. لقيت موبايلي بيرن وجمال بيتصل. ايوه يا جمال، ما تبلغش عني يا جمال، انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه، وما اعرفش دول ايه. انا هسيب لكم البلد، قول لهم اي حاجه، قول لهم ان دخلت لقيت الاوضه كده، ما تقولش ان انا بقيت عندك اصلا، بالله عليك، بالله عليك يا جمال. في ايه؟ مش متفقين يا ابني انك هتيجي تبات عندي اخر يومين؟ انا عمال اتصل بيك بقالي يومين ما بتردش. طب حتى ليله السفر مش عايز تيجي تبات عندي؟ يا اخي تعالى سلم علينا، ده احنا كنا مجهزين عشاء حلو. ايه يا مصطفى؟ ايه يا مصطفى اللي انت بتخرف وبتقوله؟ ايه اللي نبلغ وما نبلغش؟ هو في ايه؟ قفلت السكه في وشه لان انا مش فاهم حاجه، كل اللي حصل ده كان وهم ولا ايه؟ بصيت في مرايه العربيه لقيت بناتي الاتنين في المرايه، هبه ومنى قاعدين على الكنبه وفاتحين بقهم على الاخر ووشهم اسود تماما. نفس منظر عبد الله، ونفس منظر هاني، ونفس منظر احمد المصري، ونفس منظر راشد. العظم بارز لبره، وشهم اسود، عينيهم كلها سودة، سنانهم بيضة. ما عرفتش اتمالك نفسي وايدي فلتت من دريكسيون العربيه، والعربيه تهدت. اتقلبت اكتر من مرة وانا بغيب عن الوعي، ونفس الصوت بيقول لي القربان. بحاول اركز عشان ما افقدش الوعي. لما فقت لقيتني في مستشفى الرياض،
وحواليا زمايل ليا، ومعاهم آخر حد كنت أتوقع إني أشوفه، حيام مراتي واقفة وسط الناس وبتعيط. عاوز أسأل مليون سؤال ومش قادر أنطق، عاوز أفتح بقي وأتكلم صوتي ما بيخرجش. وراهم عبد الله وهاني وراشد، لكن أحمد المصري مش موجود لأنه نايم جنبي على السرير. وفي ظل الراجلين برضو واقفين، لكن عيني مش قادرة تركز وتجيبهم مين ليكون المهندس جمال. سمعت صوت المهندس جمال اللي انا عارفه، ولقيت حد حط ايده على راسي وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك، بسم الله أرقيك من كل شر وجن ومس يعتليك. أنا مش فاهم في إيه. مهندس أحمد زميلنا كان واقف، لقيته بيبص لجمال وبيقول له: ما هو اللي حصل ده مش طبيعي، في الصحراء هنا المس منتشر والعفاريت والحاجات دي. كون انه يكلمك في التليفون ويقولك ماليش دعوة واللي قاله لك ده يبقى تلبس، ما الأماكن الخالية والفاضية دي بيحصل فيها حاجات كتير يا باش مهندس. ورد عليه باش مهندس جمال وقال له: احنا بنعمل اللي علينا، اللي هتعرض له هو مش شوية. انا عاوز اصرخ وانت واقول لهم تعرضت لايه، في ايه مجانين ما تفهموني. لقيت جمال بيبصلي ويقول لي: انا عارف ان الخبر كان شديد، وكان مش عارف اقول لك ايه، اكيد يا مصطفى هم في مكان احسن دلوقتي. اكيد هو يقصد هاني وعبد الله، وانا مالي، ربنا يرحمه. اكيد هو يقصد هاني وعبد الله، اكيد يقصد هاني وعبد الله. يا رب ما يكونش اللي ببالي، يا رب ما يكونش اللي ببالي، يا رب ما يكونش بناتي، يا رب يا رب. هيام نطقت في الوقت ده وقالت لي: هبة ومنى اختفوا يا مصطفى، انا مش لاقياهم، الموضوع دخل في شهر انا قلب عليهم الدنيا، بناتك اتخاطفوا، حالهم اتقلبوا من الاتنين من بعد ما طبعوا الورقة المهببة، وفضلوا يلفوا على التفسير ليها ويدوروا، وانا كنت بقول لهم ما تمشوش ورا الحاجات الغريبة دي والرسومات اللي انت بترسمها المرعبة. كل اللي قعدوا يقولوه قبل ما يختفوا كلمتين بس: تاس الساحر وسيد الجان، وانه هينتقم منك، انا مش لقياه وما كنتش عمري هجيلك. بس لما قالوا انك بدأت تفوق من الغيبوبة انا جيت. انزل معايا مصر ادور على بناتك، بناتك ضاعوا، بناتك ضاعوا يا مصطفى، بناتك ضاعوا يا مصطفى، بناتك ضاعوا. كنت الاول مش قادر انطق، لكن دلوقتي انا مش عاوز انطق. هنطق اقول ايه؟ طيب يونس، انت واللي بيسمعوك دلوقتي، لو كنتوا مكاني هتعملوا ايه؟ هتاخد بعضك وتروح الكهف
علشان تشوف جثث بناتك متعلقة قدامك ولا لأ؟ ولا هتكتفي بكده وترجع مع مراتك مصر وتعيش في أمل كذاب إنك تلاقيهم؟ أنا عن نفسي ما قدرتش أروح الكهف ومش عايز أعمل الخطوة دي، ورجعت مع هيام مصر، وبقالي 7 سنين بدور على بناتي. بالمناسبة القلادة جت معايا مصر. المفروض حاجة زي كده لو في شنطة سفري كانت اتمسكت في المطار، لكن دي طارت لوحدها وجاتلي على البيت من بره بره. انا وديت القلادة لحد دلوقتي لفوق 201. مش جبن ولا خوف، انا نفسي عايز اموت، بس انا توعدت ان لما اكمل 1000 قربان بناتي هيرجعوا، واكيد اكيد هيكون عندك فضول انك تشوف القلادة، بس انا ما انصحكش، لان انا بحبك، لكن اكيد عندك ناس انت ما تعرفهمش ولا يفرقوا عندك. تمام، الصورة اللي هبعتها لك نزلها على الجروب، وكل واحد بقى ومزاجه. بس انا بقول لك حاجة، لو ما نزلتش الصورة على الجروب انا عارف انك عندك 3 اطفال، ولدين وبنت، لو مستغني عنهم وعايزهم يكونوا موجودين في المكان اللي فيه بناتي خلاص ما تنزلش الورقة. ولو مش مستغني عنهم نزل الورقة. اقولك بلاش تنزلها انت، علشان انت طبعا مش هتحب تكون سبب في اذية الغير، وانت بتحب برضو يتقال عليك ان انت راجل طيب وبتاع اعمال خيرية واتوبيس السعادة وبوسطجي السعادة والحاجات الطيبة الجميلة اللي انت بتعملها دي، خلي حد تاني ينزلها. ولو سألوك قول لهم انا ماليش دعوة، انا ما نزلتهاش ولا لي علاقة بيها. وخليني اسمح لي اقولك، كل اللي بيسمعوك وبيتابعوك ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 200,000، هتلاقوا فيه مستخدم واتنين وتلاتة نزلوا الصورة، ما تحاولوش تسألوا دول مين. لكن احب اقول لكم ان الرسمة دي اللي عنده الشجاعة فيكو يحاول يفك طلاسمها، وتاس هيكمل مشواره. وما تظلموش يونس، لان انا حاسس بيه، والوضع اللي هو فيه وضع حرج جدا، ما هو يا اما انتم يا اما ولاده، وانا عارف انه بيعتبركم زي ولاده، فما تحطهوش في الاختيار الصعب ده، وسيبوني انا كصاحب القصة الحقيقية اكمل 1000 قربان. يلا ادخلوا حالا على الجروب العظيم اللي انا دلوقتي بقلب فيه وبشوف تعليقاتكم الجميلة، واكتبوا وشوفوا الرسمة اللي هتنزل لكم حالا، رسمة القلادة، قلادة الكهف، كهف جهنم.